بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله مكثر الوحدانية الروحية المتعزز بعظمة الروحية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بصواب غنمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير. فمضت يدخل فيه أنواع كثيرة بحسب يعني فقد أي شرط من شروط الصحة التي سنبينها. أما أقسام الحديث من حيث عدد الرواة فينقسم إلى متواتر وحاد، والمتواتر ما رواه جماعة حين العادة تواطؤوا مع الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس شهدنا سمعنا رأينا، ما يقولوش تظن كذا مثلا. فده الحديث الايه المتواتر، وصف البيت بالتفصيل يعني هذا الكلام. أما حديث الحاد والذي لم يبلغ حد التواتر حوله وتتوفر فيه شروط الايه التواتر أذكر. فالحديث الحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر وينقسم إلى مستفيض أو مشهور مروى ثلاثة أو أكثر، يعني العبرة بأقل طبقة السند أو طبقة فيها 1000 راو وطبقة فيها 3 رواة هيبقى مشهور. فينقسم إلى مشهور أو مستفيض وعزيز الذي يعني يخف في طبقة الطبقات على راويين، وغريب أو فرد وهو يعني ما يقف يعني في أقل طبقة على راوي واحد. والغرابة قد تكون في أصل الحديث وقد تكون يعني في بقية السند، فإذا كانت في أصل الحديث في أصحاب واحد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى غرابة أصلية وحديث فرد. أما إذا كانت في يعني أي طبقة من الطبقات فيسمى حديث ثاني غريب، وقد تضر الغرابة بالحديث يعني إذا كان هذا الراوي واحد لا يحتمل تفرده يكون سيء الحفظ، وقد لا تضر بالحديث إذا كان الراوي ثقة يحتمل أي تفرده. فدي أنواع الحديث من حيث عدد الرواة. ينقسم أيضا الحديث من حيث منتهى السند إلى حديث قدسي يعني ينتسب إلى الذات القدسية. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مثل حديث من عاد لي وليا فقد أذنته الحرب، وحديث مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث موقوف يعني منتهى السند الصحابي قال عمر بن الخطاب قال ابن عباس، وحديث مقطوع ينتهي إلى التابعي فمن دونه، وإن كان نقول موقوف على التابعي أو على تابع التابعي، ولكن لو قلنا موقوف سكتنا يبقى موقوف على الصحابة. فدي أقسام الحديث. بدأنا في الكلام عن حديث المقبول، وأول هذا الحديث الصحيح، وقلنا أن تعريف الصحيح هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. وقلنا العدل الضابط يعني الثقة، فكلمة ثقة لو فكناها هتبقى عدل ضبط، فيمكن أن نقول ما روى العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ما روى الثقة عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ويظهر يعني في تعريف الحديث الصحيح أنه أن هناك شروط خمسة تشترط لصحة الحديث: اتصال السند، اتصل سنده برواية العدل، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الضبط يعني الحفظ، الرابع عدم الشذوذ يعني خلافة الثقة الأوثق أو جماعة الثقة، والخامس عدم العلة، وتعريف العلة هي سبب ضابط خفي يخبأ في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني لو في زي الحفظ ما يشغل المعلول لأن دي يعني علة ظاهرة، لو في انقطاع في السند مش هتبقى معلول يعني هتبقى لأن العلة ظاهرة، أو في عدالة مدلس مثلا ولكن العلة الخفية
الحرفية بتبقى زي مثلا راوي واهم في حديث مثلا أو اختلط عليه، لأن مش معنى أن الراوي يعني ثقة أو عدل ضابط أنه هو معصوم لا يخطئ، ولكن قد يكون له 4000 حديث يخطئ في 5 حديث لا تنزل هذه الخمسة عن حد العدالة والضبط، فبيبقى هذا الحديث إيه معلول والذي يعرف يعني آلات الحديث يعني علماء يعني جهة بذا زي الصيرفي أو زي الصائغ اللي بتديله الذهب يقول لك هذا ذهب ده مش ذهب ده ذهب عيار 21 دائرة 18 بيبقى عنده حسة وعنده يعني خبرة يقول هذا الحديث فلان وليس الحديث فلان أو فلان فعلا روى عن فلان ولكنه يعني هذا الحديث أخطأ فيه أو اختلط عليه بغيره أو إذا روى عن الشمين أخطأ روى عن حجازين يعني أصاب أو فلان أما قابل فلان أو في الحج مثلا وسمع منه حديث ليس في مجلس تحديث ما كانش جاهز من الحديث مثلا أو لم يضبطها أو فيها وهم مثلا، فالحاصل أن الإيه إن عشان نحكم على الحديث بالصحة لابد أن نتأكد أن هذا الحديث لم يعل أحد من أهل الشام، فتش في كتب العلل الدارقطني مثلا ابن أبي حاتم الإمام أحمد شوف هل حد من العلماء علل هذا الحديث، بعد ما تتأكد من علامة الرواية وضبط الرواية واتصال السند وعدم الشذوذ حتى تقول عنه حديث صحيح لابد يعني أن تفتش عن هذا الحديث في كتب العلل، قد تقصر همة الباحث فيقتصر على البحث عن عادات الرواية وضبط الرواية واتصال السند فيكون الإسناد صحيح، يعني كما فعل أحمد شاكر في المسند قال الإسناد صحيح، وكثيرا ما يكون ذلك الحافظ يعني في الفتح إسناد صحيح، فإذا قال الإسناد صحيح كأنه يضمن لك عادات الرواية وضبط الرواية واتصال السند، ولكن يعني لا يضمن لك بقية الشروط، ولكن الظاهر يعني لو كان الذي يقول إسناده صحيح يعني إمام يعني أو يعني حافظ مثلا فإن الظاهر سلامة الحديث إلا في علة كان نبه عليها في حدود كان نبه على هذا الشذوذ، ولكن ما أن يعلم أن إسناده صحيح دون قوله حديث صحيح، وأيضا رجال ثقات دون قوله إسناده صحيح، رجال ثقات حكم على عادة الرواية وضبط الرواية ولكنه لم يحكم على اتصال السند، ويقول رجال رجال صحيح أو ثقات مثلا إلا فلان كما فعل الهيثمي في مجمع الزوائد غالبا ما يقولش حديث صحيح، يقول رجال رجال صحيح أو إسناد صحيح أو رجال ثقات مثلا ولكن لا يقول حديث صحيح. تكلمنا من هذه الشروط عن اتصال السند، وقلنا أن معناه أن كل راوي من رواتيه قد أخذه بشرة عمن فوقه من أول السند إلى المنتهى، فإن كان اللقاء يعني كاف عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء، ولكن مذهب لعلي بن المديني شيخ البخاري ومذهب البخاري في صحيح خاصة لابد ما
الإشارة في الجر، فيكون تركه أو في نظر يرى أنه ضعيف أو سيضعف. روى الرمح المزي عن مالك بن أنس قال: يؤخذ العلم من أربع ويؤخذ من سوى ذلك، لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، صاحب هوى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. تكلمنا عن حكم رواية المبتدع في درس سابق: ولا من سفيه معلن بالسفه وان كان من اروى الناس. واحد يجاهد بالمعاصي لا يؤخذ عنه وان كان حفظه يعني ايه في الحفظ. ولا من رجل يكذب في احاديث الناس وان كنت لا تتهمه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اشد لان في اضافه للشر، وكان في الحديث المتواتر فان كذبا عليه ليس كذبا على احد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذلك اللي فيه يعني راوي يتهم بالكذب في حديث الناس وقال يعني عنه ضعيف جدا مثلا، ولكن لو متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وضاع او كذاب ولا تقبل توبته، كما قال جمهور الامام كلنا انه يقول ان الكافر تقبل توبته، ولكن هذا من باب الزجر الامثال الانسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب لا يقبل منه حديث. يقول: وان كنت لا تتهمه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان رجل له فضل وصلاح وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث، النوع الاول من الضبط هو ضبط الصدر، النوع الثاني هو ضبط كتاب وصيانته لكتابه منذ دون فيه مسموعاته الى ان يؤديها. قال الدكتور فاروق حماده: أم لخصه أما مجرحات الضبط فهي فحش الغلط والغفلة والوهم والخلاف الاثقال وسوء الحفظ، وإن كانت هذه من المجرحات إلا أنها تختلف عن سابقتها بأنها تنجبر بتعدد الطرق والمؤديات الأخرى، ولذلك كان الجرح فيها أخف من سابقتها. لأن العدالة ما فيش فيها شك، إما عدل أو غير عدل، يعني ما فيش فيها انفصال، مش هنفصل فيها. ولكن الضبط في انفصال، واحد ما هوش في الضرر عليه من الضبط. يعني ولكن بيضبط، يعني بيروي 1000 حديث ويخطأ فيه 200 حديث مثلا، غير اللي بيروي 1000 حديث يخطأ فيه 500 حديث، لأنه لا يسيء الحفظ. ولكن هذا خفيف الضبط، فلذلك تعريف الحديث الحسن ما رواه العبد الذي خف ضبطه. اللي مش في الدرجة العليا من الضبط عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا عذر. فبس شرط الضبط إيه؟ إنه ممكن نفصل فيه أو خف ضبطه ينزل من الصحيح إلى الإيه؟ إلى الحسن. وقد ينزل إلى ضعيف منجبر، بحيث إنه لو وجدنا طريق ثاني يعني يصل إلى درجة الحسن إيه لغيره. يقول: أما فحش الغرض كثرته وتزايده حيث ينزع أو ينزل صفة الضبط عن الراوي مثل الغفلة بأن يسهو أو يدخل في مسموعات ما ليس منها ولا ينبه، فهذا لا يؤخذ بحديثهما في معرض الاحتجاج، ولا يعتمدان في حديث الأحكام، ولا يعتمدان في حديث الأحكام، بل يستأنس بهما ويكونان شواهد تصدر الاعتبار. أن تقوي حديث أخرى، ويعرف حديث هؤلاء بالصبر والتتبع ومقارنتها بحديث الثقات. يعني احنا بنقول فلان بيخطئ كثير ليه لما يخالف الثقات؟ يعني يخالفهم بتبع بحسب الايه هذه المخالفه، اذا كانت المخالفه ينزل حديث مثلا من الصحيح الحسن قد ينزل الى الضعيف. وعلى هذا المنوال درج الائمه في نظر ينظرون في جميع ما يرويه الراوي، فإن وجدوه أكثر الغلط والغفلة تركوا الاحتجاج به وضعفوا. ومن نظر في كتب ابن حبان يجد كثيرا ما يقول كثر غلطه حتى خرج عن حد الاحتجاج، وذكر في أنواع الضعف هذا الصنف. قال: منهم من كثر خطأه وفحشا وكاد أن يغلب صوابه فاستحق الترك من أجله، وإن كان ثقة في نفسه صدوقا في رؤيته، لأن العدل إذا ظهر عليه أكثر أمراض الجر استحق الترك. وقد سئل شعبة بن الحجاج: من الذي يترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروف
يعرف أو أكثر الغلط، وكانت رواية أشخاص عن آخرين بأنهم صحيحة، فإن رأوا عن غيرهم أكثر الغلط فلا يعتد بحديثهم هذا ولا يعتج به. ومن هؤلاء إسماعيل بن عياش الحمصي، فإذا حدث عن أهل بلد الشامية فهو ثقة ضابط في حديثه، وإذا حدث عن العراقيين أو الحجازيين أو غيرهم فخلط ما شئت. النوائي يخطئ يعني كثيرا كما قال ابن معين، وعلى هذا فالجرح بالغلط والغفلة يجب أن يأخذه الناظر في الكتب على حذر وليس على إطلاقها. في رجال الصحيحين عدد من هذا القبيل لا بأس به، فإنهم كانوا ضعفاء في رجال مخصوصة. طبعا في حديث الصدقة على البخاري ومسلم، ولكن الراجع فيه قول البخاري أو قول مسلم، يعني وإن كان من لم يتكلم فيه بالضعف أولى ممن تكلم فيه، ولقد قد يتكلم فيه بكلام غير جارح وغير مخرج عن حد العدالة أو الضبط. أيضا قد يضعف في رجال مخصوصين كما ذكرنا إسماعيل بن عياش لو حدث عن الشاميين في غضب، ولم يلو حديث عن الشاميين يخبر الحديث بإضاءة الحجازيين العراقيين يضعف. فالأشياء التي تستدرك على الصحيحين غالبا من هذا القبيل أنهم ينتقون من أحاديثهم. وبالنسبة للمسلم يعني هو بيورد الحديث، ولا مثلا الحديث 24 رواية عنده بيورد الحديث السليمة، وفي شيء بطل في السند ولا المتن أولا، فتكون في الأصول من كتابه ثم يذكر بقية الرواية على سبيل المتابعة، فقد يكون في رأي متكلم فيه في علامة مدلس في إرسال خفي، ولكنه متأكد من صحة المتن بالحديث السليمة التي صدر بها الإيه الباب. فده بالنسبة للمسلم والبخاري كذلك، يعني الإيه يعني هو ينتقل من حديث هؤلاء، هم يقول لك ده روى عن فلان وفلان ضعيف، نقول لا هو ضعيف في فلان أو ضعيف يعني في الحجازيين العرافين، ولكن هو هنا يروي عن الشامية. يقول وعلى هذا فالجرح بالغلط أو بالغفلة يجب أن يأخذه الناظر في الكتب على حذر وليس على إطلاقها. وفي رجال الصحيحين عدد من هذا القبيل لا بأس به، فإنهم كانوا ضعفاء في رجال مخصوصين، كما أن أهل الغفلة هم ذو عدالة في حد ذاتهم، إلا أن أخبارهم قد خالطها ما شانها فترك الاحتجاج بهم، لأنهم تشغلوا عن محفوظهم أو كتبهم إما بالعبادة والزهد أو غيره. وقد سئل عبد الله بن سعيد الحميدي عن الغفلة التي يرد بها حديث الراوي الرضي الذي لا يعرف بكذب، فقال هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قال أو بغيره، وإنه يلقن يعني ويروي الحديث مثلا في كل أحد كذا، فهو يترك كتابه ويقول كما قال الملقن له. فمثل هذا يدل أنه مش متأكد من العلم الحديث، مش ضابط الحديث يعني جيدا، فيقول هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قال أو بغيره، يعني في كتابه بقولهم لا يعقل الفرق ما بين ذلك، أو يصحب ذلك تصحيفا شديدا، يصحب ذلك تصحيفا شديدا يخدم المعنى ولا يدري. تصحيف اللغة تغيير الكلمة، يعني كان تصحيف والتحريف يعني شيء واحد، ولكن خاص على ذلك التصحيف أن يكون إيه شكل الكلمة واحد، في يعني النقط مثلا أو التشكيل مختلف، والتحريف ما يتغير كل شكل الكلمة. يقول دليل على أن هذا الراوي لم يضبط ما كتب أو حفظه، وقد ذكرت سابقا أن الذين ابتلوا بورقين، ولكن هو بيحمل أوراق المحدث يشيل الكتب بتاعته ويحدث منها وقد يساعد في النسخ مثلا، أو بأبناء سوء أدخلوا على
يقع ذلك في الإسناد وقد يقع في المتن وإن كان في الإسناد أكثر ووقوع في المتن كأن يدخل حديثا في حديث آخر والتوه في الإسناد ورفع المرسل المرسل الذي سقط منه دون التابع أو بواسطة منقطع أو يشتبه عليه الضعيف بالثقة وهو أكثر ضررا أن يكون في طبقة واحدة راويان مثلا متشابهين في الاسم مختلفين في الاسم واحد ثقة واحد ضعيف فيختلط عليه هذا بذلك ومن كثر وهمه ترك الاحتجاج بمن فرض به ولا يكون حجة روى الرمزي عن عبد الرحمن بن هدي أنه قال المحدثون ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه وآخر يوهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديث على لا يترك حديث أن يكتب حديث يا إما أن يكون صالحا بنفسه أو بغيره وذلك لما كتب حديث كثيرة ضعيفة يعني رجاء أن يوجد لها متابعات مثلا أو شواهد تتقوى يعني بها أما إذا كان حديث فيه راوي يعني ضعيف جدا أو متهم بالكذب أو كذاب مثلا فمهما أتناه من يعني شواهد متابعات لا يقوى بذلك والآخر يوهم والغالب على حديثه الوهم فهذا متروك الحديث أما مخالفة الثقات فيعرف ذلك مخالفة مرويات الثقات المتقنين مخالفة الثقات أو الأوثق لما الدين بيخالفه الاثنين ثقة شوف من الأوثق فإذا خالف الثقة الأوثق يبقى أيضا حديث شيء أو خالف الواحد الجماعة فالخطأ إلى الواحد أقرب يقول أما مخالفة الثقات فيعرف ذلك مخالفة مرويات الثقات المتقنين فإذا كثرت المخالفات للثقات ضد حديثه قال الدكتور فاروق حمادة وأما سوء الحفظ وهو الذي يرجح دائما جانب خطئه على جانب إصابته وما بيلزمش طبعا الحديث اللي فيه سيء الحفظ أن حديثه غلط أو نقول هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قلنا أن نقول في الحديث الصحيح تساوي أن نقول أن هذا الحديث متصل سنده ربع عد ضابط عن مثله لم تتم أي شروط ولا علم فسيد حمد بيروي يعني ألف حديث بيخطأ فيه 500 حديث أو 400 حديث وسيد حمد احتمال خطأ وارد قوي من باب الاحتياط لا نقبل يعني حديث سيد حمد إذا انفرد ولكن نفرض أن يجعل الحديث من طريق آخر غير هذا الراوي ونفس الإدمان فنقبل الحديث فنحن على بعضنا أن الحديث لم يخلو النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخطاء بخطئه كما أن الحديث الثقة حديث الثقة على الثقة متصل السند إلى متهم غير مذكور أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا لم يصل حد التواتر ولكن غلب على ظننا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لتوفر هذه الصفات ولكن يعني قد يهم الثقة ولكن نسبة الباب يعني ضعيفة بالنسبة للإيثاء
بعد افراز الامر الخليفة، افراد عمل الناس نصل الى الوقت الذي روى فيه عن هل نقبل او لا نقبل، مش عارفين هو روى عن قبل اختلاط او بعد اختلاط، نقبل او لا نقبل، لان الاحتياط في ما نقبل، الاحتياط في الكلام النبوة ان ما دام احنا ما قدرناش نميز بين لا نقبل، فاذا عرفنا بعد اختلاط لا نقبل، اذا عرفنا قبل اختلاط نقبل، واذا لم نصل الى التاريخ الذي روى عنه فيه قبل اختلاط او بعد اختلاط ايضا لا نقبل من باب الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإن قد اختلط الكتب فرجع إلى حفظه حكم أن ما حدث به قبل اختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه وسيء الحفظ. إذا لم يتميز اللي هو الراوي نفسه أن يكون واحد يروي عنه وسيء الحفظ مات توبع بمثله أو فوقه ينجبر حديثه. لذلك نقول أن نكتب حديث سيء الحفظ للأن ضعف شديد ولا غير شديد. غير شديد يعني الضعف الشديد يكون في ايه؟ في العداله. يعني واحد مش عدل ده مش الافضل منه ومش عارف يكتب حديث، ولكن واحد ضعف في سوء الحفظ ولا الضبط في التسامح ولكن العداله مش فيها يعني في صالح. فسيء الحفظ متى توبع بمثله او فوقه ينجبر حديثه. بعد الكلام على الضبط وعدالة الرواة واتصال السند، يعني في بعض يعني موضوعات يعني متصلة يعني بعدها تحت عنوان تكميل في الجرح والتعديل حتى ننتهي من الكلام عن يعني شرطي العدالة والضبط، وحتى نتكلم بعد ذلك في الشرطين الفقير هو عدم الشذوذ وعدم العلة. تكميل في الجرح والتعديل، رواية المجهول، في حاجة اسمها مجهول العلم وفي مجهول العدالة ظاهرا وباطنا معروف العين، وفي المسطور. المجهول العلم هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف أحد من أئمة الجرح والتعديل بجرح أو تعديل، أو لم يعرف أحد من أئمة الجرح والتعديل بجرح أو تعديل، يعني حديث واحد لقينا فيه مثلا اسم رب والراوي ده ما قداش حد عدله أو جرحه، فهو ايه مجهول العين، لان احنا مش متاكدين في شخص بهذا الاسم، يمكن اللي روى هذا الحديث يعني وهم يعني او قال هذا الاسم على سبيل الخطا، فهو بالنسبة لنا مش متأكدين ان هو ان في شخص بالاسم هو مجهول العين. لما يجي واحد تاني يقول نفس الاسم هتدل جهلة الايه؟ العين، يبقى احنا تأكدنا ان في شخص فعلا بهذا الاسم، ولكن ايضا مفيش حد من الأئمة تكلم عنه، فيبقى مجهول الايه الحال. لما واحد يقول عنه ثقة يقول عنه مثلا صدوق ترتفع عنه جهلة الحال، فهو جهلة العين تدل برواية راوي آخر يعني عن نفس الشخص، وتبقى جهلة الحال لما يعدل أحد من أئمة الجرح والتعديل تزول عنه جهلة الحال أيضا، ويبقى معروف عنه أن فلان ثقة أو فلان مثلا صدوق. رواية المجهول يقول مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرفه أحد من أئمة الجرح والتعديل بجرح أو تعديل، واختلفوا في روايته، فقيل تقبل مطلقا وقيل لا تقبل، وقيل تقبل إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة في رواة معينين كزي الإمام مالك زي شعبة زي يحيى القطان، يعني معروف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولكن يبقى الأمر أن إحنا أنه ثقة عنده وقد لا يكون ثقة عند غيره. ثم هذا الراوي الذي قال انه لا يروي الا عن ثقه، هل هذا منهج من بدايه حياته العلميه؟ يعني قالوا لا يروي الا عن ثقه ولا بعد ما صار شيخ كبير تشد اليه الرحال؟ فالامر يختلف، فهو ثقه عنده ولكن يعني قد يكون
تقبل وقيل لا تقبل وقيل تقبل إذا كان راوي عنه لا يروي إلا عن ثقة وقيل تقبل إذا زكى أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه واختاره القطان وصححه الحافظ. والخامس تقبل إذا اشتهر في غير العلم والرواية كاشتهار عمرو بن معد يكذب النكدة وكاشتهار مالك بن دينار بالزهد أنه مشهور حتى لو مش في الحديث يعني مش حدش حد له ولكن معروف أن الشخص ده مثلا بيقول مثلا في الزهد أو كلمات في الزهد أو في النكدة مثلا كعمرو بن معد أما مجهول العدالة ظاهرا وباطلا معروف العين كالذي روى عنه راويان عدلان ولم يوثقه أحد مطلقا ولا روى عنه الدين يبتات عنه جالس الايه العين يعني متأكد ان في شخص بهذا الاسم ولكن لم يوثقه احد ولم يحكم عليه احد يعني متأكد التعديل فيبقى مجهول الحال بالنسبة اليه. يقول اما مجهول العدالة ظاهرا وباطلا معروف العين كالذي روى عنه رويان عدلان ولم يوثقه احد مطلقا وقبلها بعضهم اذا روى عنه من لا يروي الا عن ثقة والصحيح عدم قبولها وهو قول الجمهور. نفس الإشكال يعني لو واحد من الاثنين دول يعني له مذهب انه هو لا يروي الا عن ثقة والخلاص يبقى هو كأنه وثقه ولكن كما قلنا هذا يعني صعب ضبطه لأن الشيخ هذا يعني قد يكون وثقة عنده وليس ثقة لأن يعني المسألة يجرح بها ويعدد بها مسألة مختلف فيها فقد يكون الراوي ثقة عند شخص وغير ثقة عند آخر وقد يكون هذا المذهب يعني أخذ به في آخر عمره وليس من أول عمره وقالوا سيعدم عدم قبوله اللي هو المجهول الإيه مجهول الحال يعني هو معروف العين روى عنه اثنان فزالت عنه جهالة العين متأكد أن شخص بهذا الاسم موجود فعلا ولكن لم يوثقه أحد وإن كان أحد الاثنين لا يروي إلا له مدى منه لا يروي إلا عثر. وأما المسطور فهو العدل في ظاهر حاله ولكنه مجهول العدالة باطنا فالأصح قبول روايته لأن الأخبار مبنية الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي والتقسيم صعب شوية يعني احنا لو قلنا ان في مجهول العين ومجهول الحال مجهول العين الذي لم يروى عنه الا راوي واحد ولم يوثقه احد ومجهول الحال الذي روى عنه راويا فزاد عنه جهالة العين وثقه بيد احد من اهل الايه فيقول أما المصدر على العدل في ظاهر حاليا لكنه مجهول العدالة باطلا فالأصح قبول روايته لأن الأخبار مبنية الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. قال ابن الصلاح ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة أن يتقادم العهد بهم وتعرضت الخبرة الباطلة بهم وهذا القول صححه النووي أيضا تكبير. قال النووي فرق بين قول أكثر المحدثين في حق الراوي أنه مجهول وبين قول أبي حاتم أنه مجهول فإنه يريدون به غالبا جهة العين يعني في علماء بأنهم مذاهب كده خاصة به فبيقول لما أي واحد يقول أن فلان مجهول غير ما يقول أبو حاتم أن فلان مجهول فإنهم يريدون غالبا جهة العين يقولوا مجهول يريدون جهة العين أن فلان هذا لم يروى عنه إلا واحد أو روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق واحد أو لو لم يروى عنه إلا واحد يبقى مجهول العين لو روى عنه أكثر واحد يبقى مجهول الحال وليس مجهول العين فإنما يريدون به غالبا جهة العين بأنه لا يروي عنه إلا واحد أبو حاتم يريد به جهة الوصف الحال وصف للحال جهة الحال يعني أنه هو روى عنه قد يكون روى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثقه أحد. يقول واحفظه لئلا تحكم على كل من وجدت في الميزان إطلاق المجهول عليه أنه مجهول العين هذا مصطلح خاص لأبي حاتم يقول مجهول بيخص مجهول الإيه الحال لم يوثقه أحد أما بقية العلماء يقولوا مجهول مجهول العين يعني لم يروى عنه إلا واحد. تكبير الآخر قال الدهاوي خالف بن حبان جمهور المحدثين في رواية المجهول
المراد المجهول هنا مجهولين ولا الحال العين هنا العلماء كلهم بيقولوا العين بس أبو حاتم بيقول الحال والعين الذي لم يروى عنه إلا واحد والحال الذي روى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثق واحد فيقول خلف ابن حبان جمهور المحدثين في قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا كان الراوي عنه وشيخه كلاهما ثقتان ولم يكن الحديث منكرا إذا كان الراوي عنه يعني حتى مش الراوي عنه يقول يروي عن ثقة لا هو نفس ثقة الراوي عنه ثقة وشيخه ثقة يعني شيخ هذا الراوي المقول العين ثقة وشيخه كلاهما ثقتين ولم يكن الحديث منكرا طبعا ابن حبان والحاكم وابن خزيمة هم الثلاثة على هذا المنهج ولكن ابن حبان أشهر لأنه الكتاب يسمى الثقات كتاب كبير يعني ما أعرفش 9 أجزاء أو أكثر يعني في كثير يعني من المجاهيل يعني حكم عليهم الثقة ولذلك ابن حبان لما يحكم على الحديث بيقول إن رواته ثقات ما يكتفيش ان انت تاخذ كلام الحبان وحده لان له منهج خاص هو بيوثق المجاهيل فلابد ان يكون هناك اخر مثلا من العلماء الذين يعني هم جمهور العلماء يوثقون ما يحكمون عليه بالثقه حتى تزول عنه يعني جهاله الايه العين او يتبين حاله لدى منهج خاص لابن حبان وابن خزيمه وايضا الحاكم مراتب الجرح والتعديل للرواة يعني طبعا الجرح مش كل الجرحين في درجة واحدة زي الواحد مجروح في حدس أو شيء مش كلهم درجة واحدة واحد يعني قرب يموت والتاني يعني يروح المستشفى يمر شوية سكة دورية وطلعوه فبرضه المجروحين يعني الدرجات والمعدلين درجات المرتبة الأولى مراتب التعديل هي الوصف بالصحبة يبقى الوصف بالإيه بالصحبة هو في بس تعليق ذكرنا موجودة في الهامش مهمة احنا بنقول ان ايه ان ابو حاتم يريد جهالة الوصف وابو حاتم يريد جهالة الوصف غير يريد جهالة العين يقول الدهنوي في الهامش وكان الامل مرتفع من تجهيل ابن حزم احد ما لم يوافقه عليه فانه قال في كل من ابي عيسى الترمذي هذا من اشهر علماء الحديث يعني صاحب جامع الترمذي هو أشهر كتب على البخاري ومسلم قال عنه مجهول وأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد هو الصفار تقريبا الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم من المشهورين أنه مجهول يعني يقول برضه ما تغترش ثم يقول لك ابن حازم إن فلان مجهول وده طبعا ابن حازم ضر نفسه لما واحد مثلا في اسكندريه يقول الشيخ محمد بن اسماعيل مجهول مش معروف طبعا الناس تتحدث بالطول يعني ازاي الشيخ محمد يعني بس دعوة صافية فأبو عيسى الترمذي من أشهر علماء الحديث فإذا كان ابن حزم يقول عنه مجهول يبقى ده يدل على يعني عدم اطلاعه بعض الناس بيعتذر عنه بيقول إن هو لم يصله جامع الترمذي وإذا يقال عنه مجهول المرتبة من مراتب التعديل هي الوصف بالصحبة وتعديل الصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يعني حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الراجح من أقوال العلماء وبعض العلماء لا يذكرون الصحبة في مراتب التعديل لأنهم لا يخضعون لقوانين الجرح والتعديل وهذا حق لأنهم أعدل من أئمة الجرح والتعديل يعني ما يجيش الواحد من الأئمة مثلا زي علي بن مديني يحيى بن معين الامام احمد الدارقطني يجي يحكم على الصحابه لان الصحابه اشرف منه واعلى منه فهم الصحابه غير خاضعين لقوانين الجرح والتعديل بغض النظر ان الصحابه يبقى خاص بالقوه كبيره والتعديل
لأنهم لا يخضعون لإخوان الجهل والتعديل، وهذا حق لأنهم أعدى بهمة الجهل والتعديل في سائر العصور. وقصدنا هنا أن من ثبت له شرف الصحبة وفي الذروة من درجات العدالة، وهذا ما ندين به لله تبارك وتعالى. فصفة الصحبة قد تكفأت بالعدالة والضبط، ولكن لم يرفع عن صحابي أحد كلمة، يعني في الصحابي أثرت عنه كلمة، بل أبو سفيان بن حرب لما سأله هرقل وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المدة التي مد فيها قريش بين ذي القعدة من سنة السادسة فتح مكة سنة الثامنة، فقال وخلى أصحابه خلفه وسأله هرقل قال فقال لولا أني أخشى أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، هو خايف أن يرجع الناس يقولون أبو سفيان كذب، فيدل أن الكذب كان قبيحا يعني عند العرب وازداد قبحا بالشر. فالصحابة يعني لم يؤثر عن صحابة واحد كذب. فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط، وهي لا تتكفل، لذلك قد زكى الله عز وجل الصحابة الكرام وعدلهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا كما قال الحافظ بعد ذكر بعض ما ورد في شرفهم وفضلهم قال في آيات يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تبارك وتعالى له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنهم لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحالة التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء ونصحة الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على تعديلهم والاعتقاد في نزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدين الذين يجيبون من بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد قوله. يبقى دي أعلى حاجة نقول صحابة خلاص، البعيد مش محتاجين نقول أنه هو عادل ضابط، ويدخل في هذه المرتبة اللي هي أعلى المراتب أو بعد صحابي من أكد مدحه إما بأفعال كأوثق الناس أو بتكرير الصفة أفضل ثقة أو إليه المنتهى في التثبت، وقوله فلان لا يسأل عنه، سأل الإمام أحمد عن إسحاق فقال مثل إسحاق لا يسأل عنه، وقوله ثقة ثبت أو مجمع على ثقته، يبقى دي أعلى درجات بعد إيه؟ بعد قولنا صحابة. المرتبة الثانية من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، وقد جعل بعض العلماء هذه المرتبة سبق تبقى مرتبة واحدة والصواب التفصيل، الثانية أوثق الناس أو ثقة ثقة أو لا يمتع في التثبت أو لا يسأل عنه، بعد كده ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. وقد جعل بعض العلماء هذه المرتبة سابقتها مرتبة واحدة بصورة التفصيل، وما رجعه الذهبي والورقي والعسقلاني. ومن هذه المرتبة قولهم مستقيم الحديث، وقولهم فلان ممن يرضى حديثه، خاصة إذا كان إذا قال ذاك أحد المتشددين، لأن في كل طبقة فيه متشدد ومتساهل، فهو متشدد قال فلان ممن يرضى حديثه غير ما يقول ذاك المتساهل كما سيأتي. وقول صحيح الحديث وقوي الحديث ومستوي الحديث، يعني كلها تدخل في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم بن الصلاح رحمه الله، وهي صدوق محل الصدق ولا بأس به، يبقى ده حديث في الأول عليه حسن مثلا. من هذه المرتبة فلان صادق، فلان ممن يصدق في الروايات ثقة إن شاء الله، كلمة إن شاء الله بتخليه أقل من ثقة، من ثقة بس غير من ثقة إن شاء الله. المرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم بن الصلاح رحمه الله فلان شيخ، يقول شيخ يعني يدوبك يعني يدوبك على خدمة أو أقل من كده وضعه، فلان شيخ. وعند الذهبي محل الصدق، يبقى قوله محل
الصدق دون قوله صدق، زي ما قلنا في قال شاء الله دون قوله ثقل. وعند العراقي إلى الصدق ما هو فلان جيد الحديث، جيد يعني زي حسن تقريبا، يعني حديث حسن، فلان حسن الحديث، فلان صويلح تصغير صار هنا أيضا حديث يبقى حسن صدوق إن شاء الله، وأرجو أنه لا بأس به، وشيخ وسط، وعند الحافظ من قصر عن الثلاثة قليلا وإليه إشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو صدوق له أوهام ويخطئ ويتغير بآخره، وده حديث يبقى من اللي من الضعيف الجبري. وعند السيوطي فلان روى عنه الناس، مش معنى روى عنه ان هم روى عنه على انه ثقة، ان الناس بتروي عنه اما يصلح بذاته او يصلح بغيره، انه هو في ضعف بس ضعفه يعني يمكن لا حديثين او شوية في حديث الحديث ده نبحث له عن متابع او شاهد يترقى به. فلان روى عنه الناس ووسط مقارب وهذه المرتبة هي مرتبة الشبائب، وحديثها مما يصلح الاعتبار هي والتي تليه. يبقى الرابعة والخامسة حديثهم ايه؟ ضعيف، ضعف يسير يمكن ان ينجبر. والمرتبة الاولى والثانية والثالثة يعني الاولى والثانية حديث صحيح، والثالثة حديث حسن، والرابعة والخامسة حديث يعني ضعيف ايه؟ منجبر. طبعا مش هنتكلم عن ضعيف، الضعيف بعد كده في مراتب الايه؟ الجرح. فالمرتبة الخامسة صالح الحديث روى عنه الناس مقارب الحديث يعتبر حديثه يكتب حديثه مقبول، وقوله قد احتمله الناس ليس ببعيد من الصواب يستدل به. وهذه المرتبة هي أدنى مراتب التعديل. يبقى دي مراتب الإيه؟ التعديل. مراتب الجرح زي الجنة والنار، يعني الجنة درجات والنار دركات. فمراتب الجرح أيضا هنبدأ بالدرجة اللي تحت خالص، بدأنا مراتب التعديل بالدرجة اللي عليها. مراتب الجرح الأولى ما يدل على المبالغة، لما نقول أكذب الناس إليه منتهى في الكذب، أو ركن الكذب، أو منبعه، أو معدنه في وضاع ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ما هو دون ذلك كالدجال والكذاب والوضاع، فإنه وإن استمت على المبالغة لكنها دون الأولى، وكذا يضع أو يكذب أو يضع حديثا أو وضع حديثا، كان ده وضع حديث ولا قبل كذا وضع 100 حديث. يبقى أول مرتبة مراتب الجرح يدل على المبالغة كأكذب الناس لإنتهاء الكذب أو ركن الكذب ومنبعه أو معدنه. الثانية ما هو دون ذلك كالدجال والكذاب والوضاع، فإن وإن استمت على المبالغة لكنها دون الأولى، وكذا يضع أو يكذب أو وضع حديثا. الثالثة فلان يسرق الحديث، فلان متهم بالكذب، يبقى ما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث الناس. حديث الناس قال لو يكذب عليه الصلاة والسلام يقول كذاب أو وضع أو أكذب الناس، ولكن يقول متهم بالكذب يكذب في حديث الناس، ولكن لم يثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. متهم بالكذب أو الوضع أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركه أو لا يعتبر به أو بحديثه، يعني حتى حديثه مش هيقوي حديث آخر ولا يتقوى بغيره، أو ليس بالثقة أو غير ثقة، يبقى الحديث ده ضعيف جدا، واللي قبله حديث موضوع، واللي قبله حديث إيه؟ يعني موضوع أيضا. الرابعة كقوله فلان مد حديث أو مردود الحديث ضعيف جدا، واحد بمرة أو طرحه أو مطروع الحديث أو لا يكتب حديث أو لا تحل كتابة حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو لا ليس بشيء أو لا يساوي في السن، ما يساويش 5 سنوات. وطبعا 5 سنوات دلوقتي ما عندهاش شيء، الناس مش عارف يعني إيه، الناس مش متزكية. الخامسة ما دونه وهي فلان لا يحتج به أو ضعفه أو مضطرب الحديث أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث أو ضعيف. طبعا كلها درجات إيه؟ بركات مش بركات، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. السادسة وهي أسهلها قولهم فيه مقال أو أدنى مقال أو ضعف أو ينكر مرة ويعرف أخرى، أو ليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس
أو ليس بعمدة أو ليس بمرمون أو ليس بثقة أو ليس بالمطلي أو ليس يحمدونه أو ليس بالخاطر أو غيره أوثق منه أو فيه شيء أو فيه جهالة أو لا أدري ما هو أو ضعفه أو فيه ضعف أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين عند غير طرف تستشعر أن اللين في واحد من دول يبقى إيه ممكن ينكبر أو لا ينكبر ممكن ينكبر أما يقول في سيء الحفظ لين الحديث غيره أوقع أو أوثق منه لأن الضعف ولا أيضا الضعف يسير ممكن أن ينكبر لأنه يعني قريب من الدرجة الرابعة والخامسة في درجات التعديل وإن كان هو أقل منها ولكن أيضا يمكن أن ينجبر بخلاف في متهم الكاذب أو في كذاب أو وضع ومنهم يعني قوله تكلموا فيه أو سكتوا عنه أو فيه نظر العبارة اللطيفة بتاعت البخاري لأن لطيفة العبارة في الجرح وذلك يعني يقول أرجو ألا يحاسب الله على يعني اغتياب الناس يعني مع ان اللي يعني لما قيل لاحد المحدثين انا مش داخل لما قالوا له اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين ضعفتهم خصمائك يوم القيامه فقال ان يكون هؤلاء خصمائي يعني امر ان يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لماذا لم تذب الكذب عنه من يهب معي يحب إلا أنه كان إيه كان متخصص في كشف الكذابين فمنه قوله تكلموا فيه أو سكتوا عنه في نظر وذلك عند غير البخاري لأنه رحمه الله لوراء محيطته كان قل ما يقول كذاب وضاع كان شكل ذلك بل كثيرا ما يعبر بهاتين الجملتين سكتوا عنه فيه نظر يعني لما يقولها البخاري غير لما يقولها مثلا بحبان بحبان عنده تهاويل بيهول بيكبر الامور في الراوي الذي ترك حديثه واذا فهما تاتيان في المرتبه الثانيه على اصطلاح البخاري فوائد فإن أولى من ألطف ألفاظ التجريح التي قد يخطئ فيها الغمر الغمر هو قليل الخبر ويظنها تعديلا قولهم هو على يدي عدل فممكن واحد يعني طالب علم استفاد كده يقولوا على يدي عدل يعني يقول ان ده عدل يعني يفتكر انه عدل ولكن يعني من اشد الالفاظ يعني في الجرح يقول فهو كناية على انه هالك ضيف شديد جاء في كتاب إصلاح المنطق عن ابن الكلبي قال وعبد كان ولي شرط تبع كان يعني قائد الشرطة يعني وزير الداخلية فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فما يقولوا على يد عبد يعني خلاص الدبح فدي يعني في التجزئة وليست في التعديل بس كلمة عدل يعني هو ده اسم قائد الشرطة فقوله على يدي عدل يعني تضعيف شديد لأن قصة أن عدل كان ولي شرط تبع فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه فلذلك قال الناس وضع على يدي عدل معناه هلك فإذا ثانية يقول ليس بشيء عند ابن معين ليست جرحا وإنما معناه لم يروي حديثا كثيرا يبقى ابن معين ما يقول ليس بشيء يعني قصده انه هو حديث قليل يعني بتاع خمس احاديث مثلا ست احاديث فهو مش تضعيف من ايه من ابن معين ففي مصطلحات خاصه للايه لبعض زي التنميري مثلا هو يقول غريب ويسكت بعض الناس يقولون ان غريب ده بيحكم على الايه على ان بيقف السند الاول واحد وفي احاديث غريبه في الصحيحين ده مش تضعيف ولكن لو قال التنميري بيدل على الحديث ضعيف فكأنه قال غريب والغرابة تضر بالصحة لأنه لو درج بالصحة لقال حسن غريب حسن صحيح غريب صحيح غريب حيث إنما الأعمال بنية حديث غريب لم يروي إلا عمر بن الخطاب ولم يروي عنه إلا واحد ولم يروي عنه إلا واحد فغريب غرابة أصلية ولكن الدرج بالصحة الذي تفرد ثقة فتبين ما يقتصر على قول غريب يبقى غريب طيب
الأخير البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المراتب وأرضائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. فإذا ربع قال الأكلمي معنى قول ابن معين في حق الله يكتب حديثه أنه من جملة الضعفاء